السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. الذنوب والمعاصي اللي ممكن يقع فيها الإنسان بتتفاوت في شدتها وفي الخطورة بتاعتها، وليها أنواع من أول الصغيرة لحد الكبيرة. ذنوب في حق ربنا بيغفرها، وذنوب في حق العباد لازم الواحد يتحلل صاحبها منها. وفي ذنوب اسمها الفواحش، ربنا حرمها وحرم إشاعتها وجعل ليها طرق للوقاية منها. كل ده هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. استرك يا رب. يا رب استرنا سترا جميلا يا رب، الستر والصحة يا رب لينا جميعا. شيخ أحمد، عايزين نعرف أنواع الذنوب وربنا يعافينا من الذنوب. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. ربنا أولا يعني أمر بإصلاح القلب. إصلاح القلب وتعمير القلب لا يكون إلا بتقوى الله رب العالمين وبتطهير القلب من الأدناس. وإحنا عندنا دايما علماءنا، علماء التربية وعلماء السلوك، يقولوا دايما التخلية قبل التحلية. نتخلى من الذنوب والأدناس والمعاصي، سواء بقى المعاصي بأنواعها يعني صغائر وكبائر، ويبدأ الإنسان يبدأ يحلي القلب ده بإيه؟ بالإيمان بطاعة الله تبارك وتعالى، وبحب الله عز وجل، محبته والخوف منه والرجاء، وهذه الأمور اللي هي والتوكل عليه سبحانه تبارك وتعالى، اللي هي ده أصلا حقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى. إن كتير من الناس مش فاهم حقيقة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. يبقى إذن الأصل هو الإيه؟ الأصل هو القلب. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما مهتم بقضية القلب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ ألا وهي القلب. طب إيه القلب ده كيف يستقيم؟ يستقيم بطاعة الله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، اللي هو بطاعة الله تبارك وتعالى، بمحبة الله رب العالمين، الخوف من الله عز وجل، برجاء الله سبحانه تبارك تعالى، بالتوكل عليه. وكل الأشياء دي هي للأصل هي حقيقة التوحيد. طيب الإنسان عشان يبدأ يستقيم في هذا القلب، في بقى الجوارح دي اللي هي موجود بقى اللسان وعند الإيدين وعند الرجلين وعندي وعندي وعندي، هذه الجوارح اللي هي بتخدم على إما الطاعة وإما المعصية. سيدنا النبي كمل عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ايه؟ حتى يستقيم لسانه. اللي هو ايه؟ اللي هو اسكت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صمت نجا. وكان وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عقبة قال: امسك عليك ايه؟ امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. مهم جدا المسائل دي. ثم بعد ذلك الانسان دايما لازم نعرف كده ان الضمائر يا استاذه دعاء بتهن، وإن النفوس ممكن تمرض، وإن النفوس ممكن تضعف. عشان كده ربنا تبارك وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا، لأن ربنا لو وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا. لكن حدد ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بعض الإجراءات، بعض الوسائل، يقول لك لابد اللي أنت تتخذ هذه الوسائل وتقوم النفوس. زي إيه مثلا؟ أول حاجة كده أن الله عز وجل حرم البذاء وحرم الفحش في القول والفعل. النبي مثلا الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طب هو إيه الفاحش ده؟ يعني إيه الفحش؟ ابن منظور بيقول الفحش سواء كان من القول، كل ما فحش قوله أو الفعل، ممكن يكون من القول وممكن يكون ايه من الفعل، او ممكن الانسان اللي بيرتكب الذنوب دي كلها من الايه من الفحشاء، وممكن يكون. ولذلك هنا لازم واحنا بنقرا القران: كل لفظه فيها الفحشاء في كتاب الله تبارك وتعالى فالمراد بها الايه، فالمراد بها الزنا، الا في قول الله عز وجل: الشيطان يامركم بالايه، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. قالوا الفحشاء هنا اللي هو البخل عن إيتاء الزكاة دي بس. وممكن يكون معنى الفحشاء اللي هو اللي انت عارفة، التعدي في القول،
زي ايه مثلا؟ زي الحديث كما في مسلم ان اليهود لما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا السلام عليك يا رسول الله، فرد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام فقال وعليكم مثل ما قلتم. فقالت السيده عائشه رضي الله عنها وعليكم السام والذام، وفي روايه عليكم السام واللعنه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه لا تكوني فاحشه. يعني ايه فاحشه هنا بقى؟ اللي هو اللي انت تبقي يعني عارفه الالفاظ القويه قوي دي اللي انت تعتد في القول. قالت يا رسول الله او ما سمعت ما قالوا؟ ده بيقولوا كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام او ما سمعت ما رددت عليهم؟ انا قلت ايه؟ وعليكم. وفي بعض الروايات فان الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب له. المهم فده بمعنى الايه؟ الانسان ان اللسان بيبدأ ان اللسان ده من الذنوب اللي هي الفواحش يعني الجامده قوي، ان هو يعتد، ان هو يبدا يسب، ان هو يبدا يشتم، ان هو. ولذلك سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يبدا يتكلم سيدنا معاذ مثلا لما بيقول له هل يكب الناس في النار على وجوه وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني حتى الكلام ده ربنا هيحاسبنا عليه. فقال ثكلتك امك يا معاذ. ده اول طريق. خلي بالك ده فاحشه بقى، اللي هو ايه؟ الانسان يبدا يعتد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا بسبب حصائد السنتهم. ايضا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان كل يوم كده الاعضاء تكفر اللسان، تقول له يا لسان اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت ايه؟ استقمنا، وان اعوججت اعوجنا. هنا نرجع للحديث لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ايه؟ حتى يستقيم لسانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إنك لن تزال سالما ما سكت، إنك لن تزال سالما ما سكت، فإن تكلم كتب لك أو إيه أو عليك. فأول حاجة في الإصلاح كده لابد من إصلاح الإيه؟ من إصلاح النفس. ودي من الوسائل أن الله عز وجل حرم البذاء من القول، حرم البذاء وحرم الفواحش من القول أو الإيه أو الفعل. ومن هنا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى في سورة الشمس يقسم 11 قسم عشان يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه؟ وقد خاب من دساها. طب نبدأ ناخد تليفونات. معانا أول تليفون أستاذ علاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. حضرتك ممكن اكلم الشيخ احمد؟ اتفضل يا فندم تحت امرك. بقول لك يا شيخ احمد، انا دلوقتي والدي انا عندي مرض، يعني عندي شلل نصفي وقاعد في البيت بقالي 4 سنين. الله يسلمك يا رب ويعافيك. الله يسلمك. فدلوقتي انا والدي جه من سنتين قال لي ان مراته ليها عنده 30,000 جنيه. اللي هي زوجة والدك صح؟ زوجة والدي، انا والدتي متوفية. الله يرحمها. الله يرحمها. فدلوقتي جه من سنتين قال لي هي ليها 30,000 جنيه ويا ابني دي بذمتك وكده وبعد ما اموت تدفعهم لها. طب انت هتدفعهم لها منين؟ ما هو عنده بيت 3 ادوار في البلد. يعني هو بيأمنك عشان لما تاخد الورث مثلا؟ تمام. تديهم لها قبل ما تقسموا الورث كأنه دين. تمام. قلت له ماشي يا بابا. فجي بعديها بسنه قال لي 50. قلت له انت خدت منها فلوس تاني؟ قال لي لا هم 50. قلت له ماشي. فجي السنه دي في رمضان، هو بيجي لي كل سنه مره يعني في رمضان، فجي السنه دي قال لي 70. قلت له هو انت خدت منها فلوس تاني؟ قال لي لا. قلت له ماشي. فعرفت ان هو كتب لها الدور الارضي في البيت. ماشي. الدور الارضي ده يعمل له 150,000 جنيه مثلا. تمام. بابا بكلمه بقول له يا بابا كده انت ما تكتبش حاجه قبل ما تموت عشان حرام. ماشي. انت كده يعني خايف تظلمها فبتظلمنا احنا انا واختي. ماشي. فراح اتخانق معايا وشتمني وهزقني وفرج عليا من المنطقه هنا وانا قاعد في البيت انا وعيالي. ماشي. وسابني ومشي. هو ما خلفش منها؟ لا ما خلفش منها. لا تمام ماشي. فانا دلوقتي يعني انا مش عارف انا غلطان ان انا بوعيه. ماشي. ولا انا اعمل ايه؟ هو الوالد عنده كام سنه؟ الوالد عنده 66 سنه. وهو متجوز بقاله قد ايه؟ بقاله بتاع مثلا 10 سنين. هل في العشر سنين ده مرض مثلا؟ كان مريض تعبان؟ طيب انا ماشي. حاضر يا فندم. ماشي. بس عايز اسالك سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. انا دلوقتي يعني انا قاعد في شقه ايجار وانا يعني انا في حوجه. ماشي. اللي هو فيه يعني هو عنده بيت 3 ادوار
ماشي واقفلهم، واما باجي مثلا يجيب لي مثلا اي حاجه وهو جاي لي، البلد كلها عندنا بتعرف ان هو يعني هو مثلا بيعمل لا مؤاخذه يعني بيفضحنا اما بيجيب لي حاجه في البيت. لا مش فضيحه، لا ما تسماهاش فضيحه، هو في النهايه والد ما تسماهاش فضيحه. وانت ما بتروحش عندهم البلد؟ لما والدي يجيب لي حاجه افرح واقول ان شاء الله، انا اللي ممكن اقول للناس الحمد لله شوف بابا جاب لي ايه، الحمد لله ربنا يخليه لينا ويحفظه لينا، فاهم يعني؟ حول الكلام ده الى اللي انت فرحان، ما مش فضيحه ولا حاجه. انتوا بقى مش بتروحوا خالص؟ بعد المرض بتاعي ده انا ما بتحركش خالص من على السرير يعني. واختك؟ اختي كانت بتروح له، وكان لسه تعبان من حوالي شهرين وكانت عنده. تمام ماشي، بس بعد الموضوع طبعا هو بقى بنتصل بيه ما بيردش علينا. انتوا ولا عايز حتى اختك قلب عليها؟ قلب عليها عشان هي بتقول له برضه احنا مش عايزين منك حاجه يا بابا دلوقتي، يعني انت بتتكلم فيه احنا مش عايزين منك حاجه، بس انت حرام تكتب لها، انت قول لنا هي ليها كام واحنا هنديهم لها. ماشي، فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، انا دلوقتي بتصل بيه ما بيردش عليا، وانا بعمل لربنا، انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه منه. وساعه المشكله دي كان هو بيديني كل شهر 500 جنيه بيساعدني بيهم عشان ظروفي برضو، ساعه المشكله دي قال لي انت مالكش عندي حاجه ولا هديك فلوس ولا هعمل لك ولا، قلت له انا مش عايز حاجه بابا، ربنا اللي بيرزقني. حاضر حاضر، ربنا يهدي. ماشي، هو اولا يعني ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. لكن في نقطه مهمه جدا، الراجل بيعمل كده ليه؟ لانه العشر سنوات، وانا سالته ليه مريض، هل كان مريض ولا بتاع، هو دايما بيبص ان زوجته دي هي اللي شالته، وزوجته دي هي اللي بتخدمه، وزوجته دي هي اللي، فانا بسيب لها حاجه ممكن تؤمن بها المستقبل، ممكن يكون خايف او حاطط في دماغه ان اولادي ممكن ما يسالوش عليها بعد كده، يرموها، ما هي مش امهم، ممكن يكون حاطط ده في دماغه، فيبدا يقول له خلي بالك ده لها 30,000 بعد سنه الدنيا بتغلى، هيعملوا ايه ال 30,000 50,000؟ عاوز يقول له يعني اديها من الفلوس عشان تبدا ايه تستعين بها على يعني الحياه. الحاجه الثانيه اللي هو كتب لها، طب هو لما بيكتب لها في عين حياته في الوقت ده من باب الهبه، ده ما فيهوش مشكله، ده ماله، لكن هو انتوا اخطأتوا النصيحه. بمعنى ايه؟ ان النصيحه ما تبقاش بالطريقه دي، اللي هو يا بابا ما تعملش كده في حياتك، ما هو هيزعل، اللي هو هيقول لك مال انتوا جايين تتحكموا فيا، هو انتوا لما تعملوا كده وانا عايش وما لها تعملوا فيها ايه بعد ما هو ممكن يكون بيفكر بالطريقه دي، لكن هو اللي عمله ده صح ولا هو ماله، يتصرف فيه كيفما شاء، لكن بشرط انه ما يكونش حاطط في نيته اللي هو انه يحرم حد من الايه من الميراث. الامر الثاني ان يبقي مالا يتوارث فيه الورثه بعد ايه بعد الوفاه، ده الشرط الثاني اللي العلماء بيذكروه. الحاجه الثالثه اللي هو انا اعمل ايه؟ لا، حاول اتصل بيه، ابعت له رساله، سامحنا يا بابا، ما ينفعش اللي انا اقول له او اختك مثلا مش عاوزين منك حاجه، ما هو ده برضو تزعل الوالد. طب خلاص ما فيش، فمنع ال 500 جنيه ومنع الاتصال، وانت ربنا يشفيك ويعافيك مش قادر تروح له، فهعمل ايه؟ حاول ابعت بقى مرسال، شوف حد من الناس من اهلك قول لهم انا اسف يا بابا لو غلط، وهي في الاخر دي مامتنا، طمنوه طمنوه عشان الوالد الحياه ترجع مره تانية يعني ان شاء الله. استاذ خالد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضل يا فندم تحت امرك. لو سمحت حضرتك دلوقتي انا عندي والدتي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. كانت في المعامله بيني وبين اخواتي كانت بيبقى فيه تمييز وبتفرق بيننا وبين بعض. فطبعا ربت ايه؟ ربت فيه كراهيه بيننا وبين بعض ان ده بيتميز عن ده والكلام ده كله. حاول اقول طبعا لما جت اتوفت انا اللي هي كانت قاعده معايا انا في البيت، وعندي اخواتي اللي هم الصبيان الرجاله كل واحد قاعد في بيت، هم اثنين وثلاث بنات. فقالت لي عشان خاطر ايه اخواتك البنات وكده ما يتبهدلوش، فانا هكتب لهم غرفه في البيت اوضه بحيث ان هم لو حد فيهم زعل ولا حاجه تيجي تقعد في الاوضه دي. طبعا من ثالث يوم هي ماتت فيه، توفت فيه، في مشاكل بيني وبين اخواتي والطمع بقى في البيت وفي الورث وكده والكلام ده كله. فلسه من كام يوم حضرتك بصيت لقيت الخمسه اخواتي اللي هم اتنين صبيان والثلاثه البنات اتهجموا عليا في البيت وبهدلوني وكسروا لي حاجه في البيت، والدنيا كانت متبهدله عندي في البيت. ده عشان الورث؟ انا بصراحه اتفضل. عشان الورث؟ عشان خاطر ايه هم دلوقتي بقى هو الورث ده عباره عن الشقه اللي انت قاعد فيها؟ هو حضرتك احنا بلد ارياف، ده بيت كان بيت عيله. ايوه بيت عيله، انت اللي قعدت مع مامتك فيه. واخواتي اللي هم الرجاله دول خدوا حقهم وخلاص وتنزلوا لي في البيت. خلاص دول خدوا حقهم، والبنات؟ البنات بقى والدتي قالت لي ايه قبل ما تموت؟ قالت لي وصيه ان انا اخواتك البنات دول اكتب لهم اوضه في البيت بحيث ان لو واحده فيهم زعلت مع جوزها ولا حاجه تيجي تقعد فيها. حلو، هي كتبت ولا ما كتبتش؟ مكتوب باسمك ولا ده كده بالكلام؟ خلاص لما هم يتنازلوا وكتبنا ورق بكده ان البيت بقى يخصني انا كده لوحدي واخواتي البنات دول ليهم اوضه في البيت. طيب وده قبل ما مامتك تموت، بعد ما ماتت بقى ما عجبهمش الكلام.
نفذنا الكلام ده بعد ما ماتت. قسمته بعد ما ماتت، امال ايه اللي غير؟ اللي غير بقى ايه؟ المعامله. وطبعا هم لما كانت هي عايشه يعني كانوا بي ايه، كانت شديده شويه، كانوا بيخافوا يتكلموا قدامها من التمييز اللي كان بيننا وبين بعض. طبعا بعد ما ماتت ظهر بقى الايه، الغيره اللي كانت جواهم والكلام ده كله، ده كله ظهر. هو التمييز ده يعني لمصلحتك كان؟ لا ده كان ضدي انا. كان ضدك ازاي؟ ما هي كاتبه لك اهو. لا ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انا عندي اخواتي الصبيان دول مبسوطين. اه. تمام؟ انا اكتر واحد فيهم ظروفي تعبانه، فهي طبعا عشان هم كانوا بيدوا فلوس، هي كانت من النوع اللي هو كان بيحب الفلوس شويه. فكانوا عارفين نقطه الضعف بتاعتها ايه والمدخل اللي كانوا هم بيدخلوا لها منه. يعني هم كانوا بيدوها فلوس فكانت بتميزهم في المعامله عنك؟ في المعامله وفي كل حاجه. لكن انت اللي كنت عايش معاها. بس انا كنت عايش معاها في البيت وما سبتهاش ولا اي حاجه خالص، وعايش معاها في البيت وبشوف التمييز في المعامله، بس طبعا عشان ظروفي تعبانه ما كنتش بقدر اتكلم عشان خاطر البيت وما اخرجش بره واترمي في الشارع انا واولادي. تمام. طب بس يا اخي الكريم سؤال بس معلش، هو البيت ده كان باسم والدتك؟ اه كان باسم والدتي. باسم والدتك، وبعدين اخواتك تنازلوا وكتبوا الكلام ده في عين حياتهم؟ يعني في عين حياه والدتك صح كده؟ لا اتكتب بعد ما توفت. بعد ما توفت هم تنازلوا عن حقهم؟ كل واحد فيهم اخذ حقه فلوس؟ كل واحد فيهم اخذ حقه، وفي ناس من عندنا من العيله قعدنا قعده مع بعض وقالوا لهم انتوا كده خدتوا حقكم يبقى تتنازلوا له. طيب خلاص ماشي. واخواتك البنات دلوقتي خدوا حقهم ولا ليهم اوضه؟ لا دول احنا كاتبين لهم اوضه في البيت. اتكتب الكلام ده في عين حياه مامتك يعني؟ بعد ما ماتت. ولا بعد ما ماتت؟ بعد ما ماتت. تمام. الاوضه دي بناء على ايه؟ عشان الوصيه؟ وصيه. اه عشان وصيتها، وصيه والدتي. طب ده انتوا من باب الوصيه ولا من باب ده ميراثهم؟ لا احنا المفروض لو هيبقى ميراث ان احنا مثلا هيتقسم علينا احنا الكل. مش اخواتك اتنازلوا؟ ما حضرتك خلاص خدوا نصيبهم. الاثنين الرجاله اخدوا حقهم. طب خلاص ما مش الكل بقى، يبقى خلاص دول بره الموضوع. البنات بقى الميراث ما بينه وما بين البنات. البنات مامته قالت هم ليهم اوضه. ماليش علاقه بوصيه مامته بعد وصيه امه بعد الوفاه دي، ماليش علاقه بيها دلوقتي. بعد ما ماتت كتبوا الكلام ده. خلاص بقى ليهم الاوضتين صح كده؟ ده اوضه واحده. ميراث ولا الوصيه؟ لا ميراث. ميراث يعني خدوا ميراثهم خلاص، والباقي بقى بتاعك خلاص ملكك انت. حضرتك اتكتب باسمي انا، باقي البيت كله باسمي، وهم دلوقتي يخصهم في اوضه في البيت. رجعوا بقى في كلامهم وجم عايزين ياخدوا بقى تاني. اخواتي بقى اللي هم الصبيان دول عشان في مشاكل بيني وبينهم طبعا بياخدوهم عندهم البيت هناك، بيسلطوهم وبيجي ايه، بيجوا عندي في البيت. لا احنا هنقطع الورق لسه قرب الايام، من حوالي اربع ايام اتهجموا عليا كلهم في البيت وعملوا فيها محاضر في اللسان وبقت مشاكل جامده، وقالوا احنا مش هيلزمنا الكلام ده كله، واحنا عايزين طلبوا بقى فلوس. يعني البيت اصلا لو اتباع واتقسم لهم مش يعني مش هيطلع لهم الفلوس دي. ماشي. لكن انت في يعني ورقك قانوني ومعاك الورق. ومعايا الورق ومعايا كل حاجه، بس المشاكل بيعملوها معايا كتير بصراحه. انا بقى بدعي على والدتي دلوقتي. لا 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 لا. طب انت سؤالك ايه؟ أنا سؤالي دلوقتي والدتي نظامها إيه بقى في القبر دلوقتي، في اللي هي عملته فينا واللي هي زرعته فينا، إحنا حصدناه دلوقتي من مشاكل وإخوات بتموت بعض، وأنا نفسياً بعد ما كنت بدعي لها بالرحمة دلوقتي أنا بدعي. لا 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 ما تقولش ما تتكلمش، لا لا دي في الآخر أم. لا في النهاية ماشي يا أستاذ خالد. ماشي. هو طبعاً يعني سبحان أم مهما الله كان. بس يعني برضو دي رسالة لكل أب وأم بيتفرجوا علينا، إنه ما ينفعش يكون في تفرقة في المعاملة أو تمييز بين الأولاد. ماشي. الله وعدلوا بين أبنائكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هي ما ربتهمش على الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أملك متفرقين أن نزع الله الرحمة من قلبي. وعندهم مشاكل مع تمام. بعض دي أكبر غلطة. والنبي قال من التربية. لا يرحم لا يرحم. بس يا أستاذة دعاء أنا حتى الكلام إن هو يدخل ويقول أنا مع احترامي لي ان انا اتكلم على ام او اب دي مستحيل طبعاً. ولا نقبل باي حاجه. نتيجه مشكله نفسيه. الله عز وجل قال صاحبهما في الدنيا معروفه، ربنا تبارك وتعالى قال قل رب ارحمهما كما ربي. ده امر من الله عز وجل. انا لاني الدعاء على الوالدين من الكبائر. لا الدعاء غلطة. على الوالدين من العقوق العظام التي لا يغفر الله. يا جماعه انا مش عايز اتدخل بس اقول يغفر او لا يغفر، لكن من الامور العظام اللي هو في النهاية الإنسان يبقى شقيا في هذه الحياة الدنيا بسبب عقوق الوالدين. حتى لو كانت الأم ظالمة، حتى لو كانت الأم ظالمة، حتى لو كان الأب ظالم، حتى لو كان الأب ظالم. يا أخي هو ده ديننا يا جماعة، ده شرع. هي سبق الأم سبب في وجودي أنا. طيب هم دلوقتي عمل البيت اتكتب باسمه. طب هو يعني هو المميز ده، هو المميز. طب الورق معاه دلوقتي قانوني؟ الورق قانوني. وهم خدوا حقهم الصبيان، خدوا حقهم الصبيان. والبنات خدوا الورث بتاعهم، خدوا الورث بتاعهم. عاوزين يرجعوا في الكلام؟ بس ما هو قال دي ورثهم.
انا ما اعرفش بقى هو قال ده ورثهم. خدوا الورث وخلصوا. ايوه خدوا الورث وخلصوا. ده الورق قانوني قانوني ما لهمش حاجه. طب يتخانقوا معايا ارفع شوف القضاء بقى شوف الشرطه. لكن انت ورقك وده حقك خلاص ادام هم كلهم ايه ضدك. مش ملهاش علاقه بضده هم خدوا حقهم خلاص. ايوه بس واقفين بقى كده كلهم ضده. ماليش علاقه بقى بيهم. انا ماليش علاقه بيهم. ربنا يهدي يعني صله الرحم. لكن يبقى البر بعد الوفاء الدعاء لهما الدعاء لهما والتصدق عليهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقيهما من بعدهما. كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الا الام يا جماعه لا يدخل لا قال النبي عليه الصلاه والسلام فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فيدخل الجنه فلن يدخل الجنه. ربنا يرحمهم يا رب. طيب شيخ احمد انا بشكرك في نهايه الفقره ربنا يكرمك ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.